السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وإن شاء الله هنشتغل في الفيديو ده كفر للمصحف الشريف، ومعايا الوحدة اللي كنت اشتغلتها في فيديو معاكم قبل كده. الوحدة ليها فيديو بالتفصيل على القناة، أحط لكم اللينك في صندوق الوصف، وكمان هتلاقوه في أول تعليق على الفيديو. معايا الخيط اللي أنا هكمل بيه واللي أنا كنت اشتغلت منه الوحدة، وهو خيط برنسيس سوفتي. شكل الخيط من قريب، هقيس المقاسات بتاعته وهنكتبها في ورقة. أول مقاس هناخده وهو العرض بتاع المصحف بالظبط 14 سنتي، والارتفاع 20 سنتي. تمام، في مقاسات تانية طبعا هناخدها. الجزء ده 14، يبقى الجزء اللي قصاده هيكون 14، وفي كمان الجزء ده اللي في النص، لان احنا هنشتغل كل جزء لوحده، حوالي 2 سنتي وحاجات بسيطة، تقريبا 2 سنتي ونص تقريبا. وكمان مقاس الجزء الداخلي للمصحف اللي هو المكان اللي بيكون ماسك الغلاف اللي احنا هنشتغله بالجزء بتاع المصحف من الداخل. انا في العادي بشتغله حوالي تلت الجزء ده، يعني الجزء ده مثلا اهو 13 ونص تقريبا، ممكن نشتغله في حدود 5 سنتي. يبقى الجزء ده 5، واللي قصاده الجنب التاني 5، الجزء الخارجي للمصحف 14 وارتفاعه 20 والظهر زيه، الجزء الجانبي ده حوالي 2.5 سنتي. اول حاجة هعملها انا هفك السطر الاول. احنا كنا قفلناها في الفيديو بتاعها بالسطر المصمت ده او سطر العواميد العادي، انا هفكها عشان هنشتغل الوحدة دي جروني، يعني مجموعات. هفك بس السطر الاخير. سلسلة للتثبيت وهفصل الخيط. بصوا بالشكل ده، هرجع وهوصل من هنا. شايفين الاماكن اللي انا كنت بشتغل فيها التزايد اللي هي السلسلة دي؟ هرجع هشبك الخيط، هرتفع 3 سلاسل، وفي نفس المكان هشتغل مجموعة بتتكون من 3 أعمدة، بما فيهم طبعا الارتفاع أنا بحسبه من العدد من الثلاث أعمدة دول. 3 أعمدة دي أول مجموعة معايا من غير ما أخد سلاسل. بعد كده هلف الخيط وهفوت غرزة أو عمود 2، وهاجي في الثالث وهشتغل 3 أعمدة في نفس المكان، 1 2 3، من غير سلاسل هلف الخيط وهفوت غرزة 2، وهاجي في التالتة وهشتغل مجموعة تانية، 1 2 3، في نفس المكان في نفس الغرزة بالشكل ده. كمان مرة هلف الخيط وهفوت غرزة 2، وهاجي في التالتة وهشتغل مجموعة 2 3. معايا الخيط اخداه وانا شغالة، لف الخيط هفوت عمود 2، وهاجي في الثالث وهشتغل مجموعة عمود 2 3. كمان مرة فوت غرزة التانية، غرزة التانية، وهاجي في الغرزة الثالثة دي وهشتغل مجموعة. انا عايزة بس احولها لجروني عادي، مجموعات. كمان مرة غرزة التانية وهاجي في التالتة مجموعة، 1 2 3. بعد كده فوت غرزة التانية، احاول اظبط العدد بتاعي. هاجي هنا في السلسلة اللي كان فيها التزايد وهشتغل مجموعتين، كل مجموعة بتتكون من 3 عمود بلفة اول مجموعة، وبعدين 2 سلسلة
المجموعة التانية، واحد اتنين تلاتة بالشكل ده. هكمل على الجنب ده بنفس الطريقة، هلف الخيط معايا، باقي الخيط لسه مكمل معايا، وهعدي غرزة التانية وهاجي في التالتة وهشتغل مجموعة، تاني عمود تالت عمود بالشكل ده، شايفين؟ هلف الخيط هفوت غرزة التانية وهاجي في التالتة وهشتغل مجموعة، وهكمل بنفس الطريقة اوصل لمكان التزايد التاني، وهشتغل فيه مجموعتين تلات اعمدة، اتنين سلسلة تلات اعمدة، وهكذا على دوران المربع كله. هكمل اول سطر هنرجع نقفله ونبدأ السطر اللي بعد كده سوا. اشتغلت على دوران المربع كله مجموعات زي ما انتم شايفين. لازم المجموعات في كل ضلع تكون مساوية للضلع التاني، يعني هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، لازم هنا يكون تمانية، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، تمام. كل الاضلاع لازم تكون قد بعض. انا رجعت قسته طبعا بعد ما فكيت العمود، بصوا ناقص حاجات بسيطة، فانا هكمل سطر كمان قبل ما نبدأ الخطوة اللي جاية. خلاص هنا اخر مجموعة، هاجي في الفراغ كنت بادئة بمجموعة واحدة، هكمل المجموعة التانية، واحد اتنين تلاتة، المفروض ان احنا بنشتغل اتنين سلسلة بين المجموعات. لا انا هنا مش هشتغل اتنين سلسلة، انا محتاجة اكون جوه الفراغ نفسه، لان انا شغلي بعد كده كله هيكون في الفراغات. هلف الخيط كنت بادئة بارتفاع تلات سلاسل، هاجي في السلسلة التالتة هدخل تحت حلقتين، هسحب الخيط وهشتغل نص عمود كده، انا جوه الفراغ بالظبط. هرتفع ثلاث سلاسل بداية السطر الجديد، هلف وهشتغل اول مجموعة، المجموعة التانية بتكمل بعد ما اكمل السطر وانا بقفل الارتفاع. اول عمود هشتغل جنبه اتنين عمود كمان، العمود الاول العمود التاني، تمام. الخيوط دي هناخدها تحت الغرز، هلف الخيط، انا بقى شغلي كله هيكون بين المجموعات، انا مش اخده سلاسل علشان الفراغات بتاعت الجراني ما تكونش واسعة قوي. انا في العادي باخد سلسلة بين كل مجموعة والتانية، لا انا هشتغل في الفراغات اللي هي بين المجموعات من غير سلاسل. اشتغلت المجموعة هنقل على الفراغ ده على طول وهشتغل المجموعة التانية، تاني عمود تالت عمود، بعد كده مفيش سلاسل هلف الخيط على طول، هاجي في الفراغ اللي هو بين المجموعتين، ده مش سلسلة ده مجرد مكان بين المجموعتين، اشتغل فيه مجموعة، واحد اتنين تلاتة، الف الخيط تنقل على المكان اللي بعده بين المجموعتين وهشتغل مجموعة، المجموعة اللي بعدها في النص هنا هشتغل مجموعة، واحد اتنين تلاتة، هنا كمان عمود اتنين تلاتة، اللي بعدها عمود اتنين تلاتة. بصوا بقى شكله كده، هنا كمان فراغ ده مجموعة، واحد اتنين تلاتة، مكان التزايد في الزاوية بتاعة المربع هشتغل فيها مجموعتين بينهم اتنين سلسلة، اول مجموعة وبعدين اتنين سلسلة المجموعة التانية، و
وبعدين هنقل على الضلع الثاني، كل فراغ هيقابلني هشتغل فيه مجموعة بتتكون من 3 عمود بلفة. بصوا شكله كده، هكمل شغل على بقية الأضلاع كده مجموعات، وده مكان التزايد هشتغل فيه مجموعتين بينهم 2 سلسلة، وهكمل بنفس الطريقة. هنرجع نقفل السطر ونشوف الخطوة الجديدة مع بعض. وصلت ضلع المربع مرة تانية ل 14 سنتي، لكن جراني مش عمود، مش مجرد عمود، ده غرز جراني مجموعات. هنقيسها كده اهو بالظبط، من هنا تمام كده. انا محتاجة حوالي 3 سنتي من فوق ومن تحت، ومحتاجة كمان ان انا اشتغل الجزء الداخلي. انا هكمل بنفس الطريقة من غير مفصل الخيط، هكمل لكن هكمل على 3 اضلاع بس، من هنا عشان الجزء اللي فوق، ومن هنا عشان الجزء الداخلي، ومن الجزء اللي تحت ده علشان الجزء الاسفل اللي احنا محتاجين نكمله. تمام، يعني هشتغل على 3 اضلاع وهسيب ضلع واحد بس من غير شغل. خلاص كده هقفل السطر بنفس الطريقة، هلف الخيط وهاجي في السلسلة التالتة وهشتغل نص عمود، هرتفع 3 سلاسل لكن هشتغل مجموعة واحدة، لان انا مش هشتغل على الضلع ده تاني، هشتغل المجموعة في الفراغ بتاع التزايد الارتفاع وجنبه عمود والعمود التاني كده 3 في نفس المكان. هلف الخيط وهشتغل في نفس المكان اللي انا متعودة اشتغل فيه، اللي هو الفراغ اللي بين المجموعات، مجموعة كأني بشتغل على المربع عادي، تانية العمود التالت، هلف الخيط وهنقل هنا اشتغل المجموعة اللي بعد كده، تاني عمود تالت عمود، هكمل شغل في الفراغات بنفس الطريقة. هوصل للتزايد وهشتغل مجموعتين 3 أعمدة واتنين سلسلة 3 أعمدة وهكذا لحد ما اوصل لنهاية الضلع التالت، وهرجع لكم عشان نشوف هنبدأ السطر واحنا راجعين ازاي. وصلت لنهاية الضلع التالت من المربع، يعني انا بدأت هنا مكان التزايد بمجموعة واحدة، كملت على الثلاث اضلاع، وصلت لنهاية الضلع التالت، دي اخر مجموعة مكان التزايد هشتغل فيه زي ما اشتغلت في البداية مجموعة واحدة بس. المفروض ان المكان ده بيكون فيه مجموعتين، لا انا هشتغل مجموعة واحدة بس عشان هرجع ومش هكمل على الضلع الرابع. هرتفع 3 سلاسل، 3 هلف، هاجي هنا هسيب المجموعة دي وهاجي على الفراغ ده وهشتغل مجموعة، 1 2 3 ارتفاع 3 سلاسل بس. تمام بالشكل ده. بعد كده الفراغ اللي بعده هشتغل فيه مجموعة، يعني الجزء ده هشتغله رايح جاي. تمام، هكمل شغل في الفراغات اللي بين المجموعات وهوصل لمكان التزايد، وهكمل على الثلاث اضلاع، هوصل هنا للمكان اللي كنت بادئه منه، وهنرجع نقفل السطر ونبدا السطر اللي بعد كده مع بعض. وصلت لنهايه شغلي على الثلاث اضلاع، المربع بدا يكبر من الثلاث جوانب دول، والجنب الرابع بصوا عدد سطوره سطر 2، لكن هنا وصلت لسطر 2 3 4، الورده ما بقتش في النص، بقيت على جنب شويه. هكمل بنفس الطريقه، دي اخر مجموعه في السطر الثاني، بعد كده هيقابلني المجموعه اللي كنت بادئه بيها السطر، هقفل السطر زي ما بداته. انا كنت بادئاه بارتفاع 3 سلاسل، هقفله بعمود بلفه في اخر غرزه اللي هي كانت الارتفاع في السلسله الثالثه، اخر غرزه هتدخلي كده وهتقفلي بعمود بلفه بالشكل ده. هنبدا السطر اللي بعد كده، هرتفع 3 سلاسل وهلف المربع مره تانيه، العمود هحسبه اول غرزة في المجموعة في بداية السطر، هلف وهاجي هنا بين
المجموعة والعمود الأخير، وهشتغل 2 عمود كمان عشان أكون بدأت السطر بمجموعة بتتكون من 3 أعمدة وارتفاع وعمودين جنب بعض. بصوا الشكل كده. هاجي على الفراغ اللي بعد كده وهشتغل بين المجموعتين مجموعة بتكون من 3 أعمدة بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها السطور اللي قبل كده. بعتذر جدا عن الصوت اللي طالع في الخلفية، انا للأسف ساكنة جنب كافيه وعلى طول كده في صوت دوشة واغاني. بعد كده مجموعتين، الحمد لله الصوت سكت، اشتغل مجموعة تتكون من 3 أعمدة. هنا كمان مجموعة زي ما قلت لكم، هنكمل بنفس الطريقة على 3 أضلاع، بس الضلع الرابع مش هنشتغل عليه، مكان التزايد ثابت، مجموعتين 3 أعمدة، 2 سلسلة 3 أعمدة وهكذا. اوصل هنا لنهاية السطر اهو، كنت اخدة ارتفاع شايفين، هاجي هنا في الارتفاع ده في المكان اللي بين المجموعة الاخيرة والارتفاع وهشتغل مجموعة، وبعد كده هرتفع وهكمل السطر بنفس الطريقة اللي احنا مكملين بيها. انا هكمل لحد ما اوصل بارتفاع المربع بتاعي لعشرين سنتي اللي هو الجزء ده، شايفين انا بشتغل على الجزء ده وهنا عشان يتني لجوه كده، وهكمل هنا تمام، هكمل الجزء ده وهنرجع نشوف الخطوة اللي جاية مع بعض. وصلت بارتفاع المربع لعشرين سنتي، انا اشتغلت على 3 اضلاع دول، لو اخدتوا بالكم الوردة جاية على جنب، الجزء ده وده وده، 3 اجزاء دول اللي فوق واللي تحت واللي في الجنب هما اللي زادوا، وده زي ما هو تمام، عشان لما اجي اتنيه لجوه يبقى بالشكل ده تمام. طبعا لو احتاجنا ان احنا نزود هنا غرز على الجزء ده علشان لما يتني جوه يكون اكبر هنزود هنا، لكن هو المربع كده بالشكل ده خلص معايا. ده الواجهة او الجزء الامامي للمصحف، بصوا اهو بالشكل ده وهيتني جوه كده تمام. هنشتغل بقى الجزء الخلفي، طبعا ده اخر جزء هنشتغله اللي هو الجزء اللي في الجنب ده. احنا دلوقتي هنشتغل الظهر مع بعض، معايا طرف الخيط نفس الخيط السادة، انا هشتغل مربع جراني عادي من غير وردة، معايا طرف الخيط وهشتغل الدايرة السحرية، هلف الخيط مرتين، معايا دايرة هدخل جوه الدايرة هسحب الخيط وهرتفع 3 سلاسل بداية السطر بتاعي. انا هشتغل جوه الدايرة 4 مجموعات، كل مجموعة بتتكون من 3 اعمدة، بين كل مجموعة والتانية سلسلة واحدة بس، جنب الارتفاع اول عمود، العمود التاني، وبعدين سلسلة هلف الخيط، المجموعة التانية 3 اعمدة، سلسلة، المجموعة التالتة 3 اعمدة، وبعديها سلسلة، المجموعة الرابعة في نفس الدايرة 3 اعمدة، هلم الدايرة الاول اهي، بعد المجموعة التالتة هقفل الدايرة، هلف الخيط معايا، انا هقفلها عشان عايزة اكون جوه الفراغ، فهلف الخيط على الابرة وهاجي في السلسلة التالتة من الارتفاع وهشتغل غرزة نص عمود، معايا الفراغ اهو، هرتفع 3 سلاسل بداية السطر التاني في نفس المكان، هشتغل مجموعة، هحسب طبعا الارتفاع اول عمود اول عمود وبعدين العمود التاني والعمود التالت، بعد كده هلف الخيط مش هاخد سلاسل، هروح على السلسلة اللي انا كنت اخدها بين المجموعات وهشتغل تزايد مجموعتين في نفس المكان، المجموعة الاولى 3 اعمدة وبعدين 2 سلسلة
هلف الخيط نفس المكان، هشتغل المجموعة التانية. بداية من السطر التاني الفراغ اللي هيكون بين المجموعات في التزايد، في منطقة التزايد بس، هيكون 2 سلسلة. العمود التالت هلف الخيط، هروح على الفراغ التالت وهشتغل مجموعتين بينهم 2 سلسلة. المجموعة الأولى 1 2، والعمود الثالث وبعدين 2 سلسلة، هلف الخيط عمود 2 3. مش هاخد سلاسل، هلف الخيط على طول وهروح للفراغ الرابع اشتغل فيه مجموعتين. المجموعة الأولى 3 أعمدة وبعدين 2 سلسلة، المجموعة التانية في نفس المكان 3 أعمدة 2 3. بصوا الأضلاع بتاعة المربع، هلف الخيط وهروح للمكان اللي أنا بدأت منه، كان فيه مجموعة واحدة، هشتغل المجموعة التانية في نفس المكان عشان ده مكان تزايد، عمود 2 3. المفروض ان انا باخد 2 سلسلة بين كل مجموعة، والتانية ده في منطقة التزايد. لا انا هنا مش هشتغل 2 سلسلة، انا هلف الخيط عشان اقفل السطر وهاجي في السلسلة التالتة من الارتفاع وهشتغل غرزة نص عمود. انا بقفل بغرزة نص عمود عشان اكون في النص او في المكان اللي انا هشتغل فيه، بطلع من الثلاث حلقات مرة واحدة. بصوا المربع برتفع 3 سلاسل وفي نفس المكان عمودين. دي اول مجموعة، يعني دايما ببدأ السطر بتاعي بمجموعة واحدة بس وبكمل المجموعة التانية وانا بقفل السطر. لف الخيط، هاجي هنا في الفراغ اللي بين المجموعة اشتغل مجموعة واحدة. خلاص اماكن التزايد بقت معروفة بالنسبة لي، هي المكان اللي فيه 2 سلسلة بس، بقيت الفراغات اللي بين المجموعات دي بشتغل فيها مجموعة واحدة. مكان تزايد، اول مكان تزايد اهو، اشتغل فيه مجموعتين 1 2 والعمود التالت وبعدين 2 سلسلة عشان ده مكان تزايد، ومجموعة تانية 1 2 3. هروح للمكان اللي انا كنت بادئة منه، انا اشتغلت فيه مجموعة واحدة ده مكان تزايد، هكمل وهشتغل المجموعة التانية 3 أعمدة جنب بعض وبعدين هنقفل السطر. هلف الخيط وهاجي في الارتفاع في السلسلة التالتة وهقفل السطر بغرزة نص عمود. كده 3 سطور. انا هشتغل بنفس الطريقة، هرتفع 3 سلاسل وفي نفس الفراغ هنا هشتغل 2 عمود جنب بعض 1 2. دي اول مجموعة في السطر، وهنقل بقى من فراغ للتاني لمكان تزايد وهكذا. انا هكمل لحد ما اوصل بضلع المربع ل 14 سنتي بالظبط، اللي هو المقاس بتاع المربع اللي احنا عايزينه، اللي هو العرض ده بتاع المصحف بتاعنا. تمام، هكمل لحد ما المربع يوصل معايا ل 14 سنتي وهنرجع نكمل الجزء الباقي مع بعض. وصلت بالمقاس ل 14 سنتي اللي هو عرض المصحف. بالظبط تمام. محتاجين بقى نشتغل على الجنب ده واللي هو الجزء العلوي والجزء اللي تحت ده، وكمان بصوا انا حاطه الوحده فين، وكمان الجزء الداخلي. فهنشتغل على ال3 أضلاع دول ومش هنشتغل على الضلع الرابع زي ما عملنا في الجزء الامامي للغلاف. بصوا اشتغلت على الجزء ده والجزء ده والجزء ده، وده زي ما هو بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الجزء ده هنشتغل الجزء التاني. دي اخر غرزة، هلف الخيط وهيجي في السلسلة التالتة هقفل السطر زي ما انا متعودة اقفله، لان انا هكمل شغل غرزة نص عمود. هرتفع 3 سلاسل بداية السطر وهشتغل 2 عمود جنب الارتفاع.
لف الخيط، الفراغ اللي بعده مجموعة بتتكون من 3 عمود بلف، الف الخيط، الفراغ اللي بعده مجموعة بتتكون من 3 عمود بلف، 1 2 3. هكمل شغل على الضلع ده وهاجي في المنطقة بتاعت التزايد او الزاوية دي، هشتغل غرز التزايد اللي احنا متعودين عليها، مجموعة 2 سلسلة مجموعة. هكمل شغل على الجنب التاني مكان التزايد، الزاوية هنا مجموعة 2 سلسلة مجموعة، وبعدين على الضلع التالت هوصل لنهاية الضلع التالت، هرجع لكم ونقفل السطر ونبدأ السطر اللي بعد كده سوا. وصلت لنهاية السطر، اشتغلت اهي دي البداية، اشتغلت على الضلع ده واشتغلت كملت كده وكده، مش هكمل شغل على الضلع الرابع، دي اخر مجموعة هنشتغلها مع بعض، كانت هنا في المكان بتاع التزايد. كنت بدأ السطر بمجموعة بتتكون من 3 عمود بلفة، هنهي بنفس الطريقة في مكان التزايد هنا، هشتغل مجموعة مجموعة واحدة عشان هلف الشغل وهرجع على السطور مرة تانية، مش هكمل في نفس الاتجاه، لا خلاص دي المجموعة اللي انا اشتغلتها، مش هكمل كده، هرتفع 3 سلاسل، هلف الشغل، بعد الارتفاع هلف الخيط وهيجي في اول فراغ هيقابلني وهشتغل مجموعة عمود 2 3 بنفس الطريقة، الفراغ اللي بعده مجموعة عمود 2 3. هكمل شغل بنفس طريقة السطر اللي فات، انا شغالة كده على ظهر المربع، هاجي هنا في نفس مكان التزايد مجموعتين بينهم 2 سلسلة وهكمل شغل رايح جاي لحد ما اوصل بمقاس القطعة اللي احنا اشتغلناها قبل كده اللي هو الجزء الامامي، لازم يكون نفس عدد المجموعات بنفس المقاس بكل حاجة، تمام. انا هكمل شغل لحد ما اوصل لنفس المقاس اللي هو الارتفاع 20 سنتي، مجرد ما اوصل لارتفاع القطعة دي 20 سنتي هرجع لكم ونشوف الخطوة اللي جاية مع بعض. وصلت للمقاس 20 سنتي اللي هو ارتفاع المصحف، اهو اشتغلت على الثلاث جوانب دول والجنب التاني قصاده اهو الشكل ده، ده الجزء الامامي وده الجزء الخلفي، محتاجين بقى ان احنا نشبكهم ونشتغل الجزء ده، كنا اخدين كان تقريبا حوالي 2 سنتي، فانا محتاجة ان انا اشبك اوصل واشبك اشتغل على الجزء ده بالشكل ده كده، تمام. اول حاجة لازم عدد الغرز في الجنبين لازم يكونوا نفس العدد، نفس عدد المجموعات بالظبط. هنوصل الجنبين ازاي؟ انا معايا هنا الخيط موصول بالجنبين، بصوا هنوصلهم، هاجي هنا على اي جنب فيهم سواء ده او ده وهبدأ ان انا اشتغل، ممكن نبدأ من الجنب ده لان الاتنين عندي الخيط موصول فيهم، الجنب اللي الخيط موصول عندك فيه اشتغلي منه لان انا شغالة من بكارتين شلتين غير بعض، يعني الجزء ده شغالة من شلة، لكن انت لو شغالة من شلة واحدة وفصلتي ورجعتي وصلتي في الشلة التانية اشتغلي وكملي في الجزء اللي موجود فيه الخيط لسه موصول. بصوا هنا انا كنت نهيت السطر بمجموعة هرتفع 3 سلاسل، هلف الخيط وهاجي على اول فراغ هنا وهشتغل مجموعة بتتكون من 3 عمود بلفة، 1 2 3. هنقل على المجموعة اللي بعد كده نداري الوصلات واحنا شغالين، نحاول ناخدها على ورا كده، ايوة المجموعة التانية في الفراغ اللي بعده او كل فراغ هيقابلني هشتغل فيه مجموعة الشكل ده، الفراغ اللي عليه الدور هشتغل فيه مجموعة، هو سطر واحد بس انا مش محتاجة اكتر من سطرين، ده اول سطر
والسطر التاني هنشتغله أثناء التشبيك. تمام، أنا هكمل شغل على السطر ده وهوصل للنهاية وهنرجع نشتغل السطر التاني مع بعض. وصلت لنهاية السطر الأول، اشتغل اتنين سلسلة منزلقة. بعد الاتنين سلسلة هفصل الخيط بتاعي كده. اشتغلت سطر على الجنب اللي انا كنت سايباه، هنجيب الجنب التاني، هنجيب ده قدامنا بالشكل ده. تمام، دي اخر مجموعة اشتغلتها، الخيط لسه موصول، ولو مش موصول اوصليه. بصوا انا حاطه فين، ده الجنب اللي انا كنت سايباه ما بشتغلش عليه، اشتغلت عليه سطر واحد بس. دي اخر غرزه في السطر الاخير هنا، وده الجنب اللي انا ما كنتش شغاله عليه. هشتغل سلسله. تمام، هاجي هنا، شايفين العدله، انا هبدا اشبك الجراني كاني بشبك مجموعات جراني. هدخل هنا، شايفين هنا الفراغ ده، شايفين الاتنين ظهرهم لبعض، ده الوش وده الوش، والظهر داخلي اهو، الاتنين ظهرهم لبعض. هاجي كده هدخل في المكان التزايد في السلسلتين في الفراغ. انا اشتغلت سلسلة، هسحب الخيط، هسحب الخيط، بصوا الخيط فوق الابرة، هسحب الخيط وهشتغل سلسلة كمان. شايفين كده، هرجع لنفس الفراغ اللي انا اشتغلت فيه، في مجموعة واحدة هشتغل المجموعة التانية، ثلاثة عمود بلف. هروح بعد كده للفراغ اللي عليه الدور في الجنب التاني، هدخل كده من تحت والخيط فوق الابرة، هسحب الخيط منزلقة وهرجع للفراغ الاولاني في القطعة اللي ناحيتي، هلف الخيط وهشتغل مجموعة في الفراغ اللي عليه الدور. يعني انا بشبك الجنب التاني بس بمنزلقة، وبشتغل على الجنب اللي ناقص هنا. مجموعة بتتكون من ثلاثة عمود بلف. هرجع للفراغ اللي في الجنب التاني اللي عليه الدور هنا، هسحب الخيط منزلقة، هرجع هنا للي عليه الدور وهشتغل المجموعة. يعني الجنب اللي في الناحية التانية بشتغل فيه المنزلقة، وبرجع بكمل المجموعات على الجنب الناقص. مجموعة ثلاثة عمود بلف. هرجع للجنب التاني اللي عليه الدور منزلقة، هلف الخيط اللي عليه الدور هنا مجموعة مع بعض بالراحة كده. طبعا ممكن تشتغلي السطرين وتشبكي بمنزلقة او حشو، لكن انا عايزة الشكل يكون فيه تناسق. هنا المجموعة اللي عليها الدور في الجنب التاني، اللي في الجهة التانية منزلقة، بدخل جوه الفراغ منزلقة، بلف الخيط وارجع هنا على عدلة القطعة اللي ناحيتي، الفراغ اللي عليه الدور، واشتغل مجموعة عمود اتنين تلاتة. ارجع للجنب اللي في الناحية التانية، بدخل من تحت، الخيط فوق الابرة اهو، بدخل من تحت في الفراغ كده، بسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة منزلقة، الف الخيط وارجع للجنب ده واشتغل مجموعة بتتكون من ثلاث أعمدة. مرة كمان الجنب اللي عليه الدور هنا، بدخل كده واسحب الخيط منزلقة، ألف الخيط وارجع للجنب اللي في ايدي اللي ناحيتي واللي عليه الدور، اشتغل فيه مجموعة ثلاث أعمدة جنب بعض. بصوا التشبيك بالشكل ده اهو، شايفين؟ هكمل تشبيك لنهاية السطر ده وهنرجع نقفله مع بعض ونشوف الخطوة اللي جاية سوا. وصلت لنهاية سطر التشبيك، دي اخر مجموعة. هاجي هنا، بصوا انا هدخل الابرة فين، في الدوران بتاع التزايد اللي هو اللي كانوا الاتنين سلسلة. هسحب الخيط منزلقة، هشتغل سلسلة كده. المجموعة معايا كملت، هقفل لان المجموعة هنا موجودة معايا، هقفل في العمود الاخير بمنزلقة سلسلة للتثبيت وهفصل الخيط.
نقصه تشبيك كويس جدا ومش باين. تمام، بصوا من هنا، بصوا لو احنا شدينا الجزء ده كده، بصوا شايفين التشبيك بالشكل ده، السطر من هنا وسطر من هنا وشبكنا. اشتغلت السطر الاول وشبكت وانا شغالة السطر التاني، القطعة بقت كده. لو احنا جينا قسنا السطرين على الجزء الجانبي للمصحف هنلاقيهم بالظبط، الخط ده لازم يكون في النص، وده الجزء هنا كده بالظبط اهو، حتة صغيرة لجوه هنكمل عليها شغل لسه. هنلف كده الجزء التاني اهو، لسه هنشتغل طبعا حشو واحنا بنقفل، وده الجزء ده هيدخل لجوه كده هكمله. بصوا الوردة في النص بالظبط ازاي، هنكمل شغل بقى على الجزء اللي هيكون داخلي. انا اشتغلت منه جزء جراني عشان المنظر يكون كويس واحنا بنتنيه. هنكمل هنا حوالي 4 سنتي غرز حشو، غرز نص عمود، غرز عمود بلفة، الغرز اللي انت عايزة تشتغليها كملي بيها. هاجي هنا على العدلة، ده الوش بتاع الشغل بتاعي، هاجي وهوصل الخيط هنا في الفراغ الاول. اهم حاجة ان انت تشتغلي 4 سنتي زي ما قلتلك، حشو نص عمود، عمود بلفة، الغرزة اللي انت عايزة تشتغليها مفيش اي مشكلة، اهم حاجة يكون معاكي 4 سنتي. انا هشتغلها حشو علشان عايزة الجزء ده يكون شوية متماسك، لان ده الجزء اللي هيمسك الكفر بالمصحف. ارتفاع سلسلة واحدة في نفس المكان هشتغل حشو، كل عمود هيقابلني هشتغل فيه غرزة حشو. طبعا هاجي في الفراغات هنا مش هشتغل، لان انا ما كنتش شغالة سلسلة بين كل مجموعة والتانية، انا هشتغل في الاعمدة بس، فوق كل عمود غرزة حشو رايح جاي. العمود اللي بعد كده بتخطى الفراغات دي، الفراغات دي بشتغل فيها المجموعات بس، معايا الخيط بتاع البداية وانا شغالة هكمل، كل عمود هيقابلني هشتغل فوقيه غرزة، وهاجي في النهاية هنا وهشتغل في الفراغ الاخير غرزة، بعد كده هرتفع سلسلة واحدة وهرجع هكمل الشغل رايح جاي، هوصل الجزء ده لاربعة سنتي وهرجع وهوصل الخيط من الجزء التاني من هنا وهشتغل 4 سنتي، هكمل الجزئين وهنرجع نشوف الشكل وصل لإيه ونشتغل الخطوة اللي جاية مع بعض. اشتغلت على الجنبين بغرزة الحشو حوالي 4 سنتي، واشتغلت الجنب التاني كمان اهو، بصوا ده الجنب وده جنب، ده الجزء اللي هيكون داخل المصحف مع جزء من الجراني طبعا، ده الجزء التاني بالشكل ده. هنحدده ازاي؟ انا معايا علامات الغرز اهي، هنحدد هنا وهنقيس الاول. احنا كنا قايسين هنا العرض بتاع المصحف 14 سنتي، 14 بالظبط، وهنا لحد 16 حوالي 2 سنتي، يعني محتاجين عشان نوصل للجزء اللي احنا شبكنا منه اللي في النص بالظبط، احنا عايزين الجزء اللي احنا شبكنا منه الجراني هنا ده يكون في النص بالظبط، يعني محتاجين 14 وسنتي من هنا، يعني محتاجين 15 سنتي والزيادة هنشبكها ازاي. هنقيس بداية من الجزء اللي شبكناه من عند التشبيك بالظبط، هنقيس 15 سنتي بالظبط، 15 سنتي هنا كده، هنشوف الغرزة اللي عند الخمستاشر هنعلمها. تمام، الجنب التاني الغرزة اللي قصادها، ممكن بقى من غير ما نقيس هتكون الغرزة اللي قصادها اهو في المجموعة التانية هنا كده في العمود الاول كده، لو قسنا هنلاقيهم برضو 15 سنتي، بصوا عند الخمستاشر بالظبط شايفين. الجنب التاني زيه في نفس المكان،
طالما عرفتي مكان وحددتيه هتحطي العلامة خلاص من غير ما تقيسي. المجموعة الأولى عند المجموعة الثانية في أول عمود كده الخمستاشر سنتي، الجنب الأخير المجموعة الأولى عند المجموعة الثانية في العمود الأول اهو تمام، وهنا في العمود الأول هنبدأ ان احنا نتني، ده المفروض هيكون كده في النص بالظبط، يعني هنتني من هنا العلامة دي في النص بالظبط، وتبدأي ان انت تشبكي هنا الغرزة دي مع الغرزة دي اللي قصادها كده، برضو العلامة دي في النص بالظبط شايفين، لازم توسطنيها، وهنجيب علامة تانية اهي الغرزة دي اول غرزة مع الغرزة اللي قصادها كده الجنب التاني اهي في النص بالظبط شايفين، الغرزة الاولى مع الغرزة اللي قصادها، اخر حاجة في النص بالظبط اهي. هنبدأ بقى معانا الابرة والخيط بتاعنا، وهنبدأ نشتغل بغرزة الحشو على الجنب ده والجنب التاني، بس هنشتغل من بره من هنا. الغرزة الاولى دي شايفينها هاجي فيها اهي، الغرزة دي في النص كده هشيلها اهي، هاجي في الغرزة اللي جنبها بالظبط والغرزة اللي قصادها الناحية التانية شايفين انا دخلت فين، وهنسحب الخيط، اربطي الخيط بتاعك او خديه تحت الغرز وانت شغالة، وهشتغل حشو كل عمود هيقابلني اهو، انا هنا خدت ارتفاع في نفس المكان هدخل وهشتغل غرزة حشو، العمود اللي جنبه مع العمود اللي قصاده في الجنب التاني هشتغل حشو، العمود الثالث وقصاده عمود في الجنب التاني اهو نفس العمود، ضميت المجموعتين على بعض اشتغل حشو، كل عمود هيقابلني هاخد قصاده العمود اللي في الجنب التاني اهو، هسحب الخيط وهشتغل حشو، هكمل لحد العلامة، وبعد العلامة هشتغل على المجموعات اللي تقابلني هنا بالحشو لحد ما اوصل للعلامة التانية هنا، وهشبك الجنبين دول مع بعض بغرزة حشو وهنهي الخيط، هشبكه في الجنب التاني وهشتغل بنفس الطريقة، هشبك الجزء ده كده مع بعض وهكمل على الجزء الفاضي ده بحشو لحد ما اوصل للعلامة التانية، وهشتغل السطر كله بغرزة الحشو. انا هكمل وهنرجع نشوف الشكل النهائي للغلاف ونقول كل التفاصيل الخاصة بيه. شبكت الجنبين ببعض بغرزة حشو ومشيت حشو على الجزء ده كمان، واخدت معايا كل الخيوط البداية والنهاية تحت الغرز، بصوا ده شكله مفهوش اي خيوط، وركبت اللوجو بتاع اوزي اهو تمام. الكفر انا وزنته اخد بالظبط 70 جرام كل حاجة، يعني انا وزنته بعد ما قفلت كده 70 جرام بالظبط، نشوفه بقى هنقيسه على المصحف، نجيب كده بصوا ونشده كده، طبعا زي ما قلنا هنعمل حساب المطة الجنب التاني التشبيك في النص ازاي اهو.
بتظبطي كده على المقاس المربع، المركز بتاع المربع في النص بالظبط، وهنا اهو بصوا ده شكله التشبيك، الجزء الداخلي، الجنب التاني عشان انا اشتغلت غرزة حشو زي ما قلتلك ليكي اختيار تشتغلي الغرزة اللي انت عايزاها، لكن الحشو بتكون شوية متماسكة وبتخلي الكفر مقاسه مظبوط على الكتاب اكتر. بصي لما بتشديه كده بيظبط على المقاس بالظبط. اشتغلت معاه كمان فاصل الكتاب ده، بصوا شكله حلو قوي من نفس الالوان، بصوا كده مقاس الكتاب بالظبط. الفاصل ده ان شاء الله هيكون ليه فيديو معانا على القناة هينزل قريب، اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم وان الشرح يكون سهل بالنسبة لكم. هستنى رأيكم في التعليقات، لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي لسه بيشوفني لأول مرة وما عملش اشتراك يدوس على كلمة اشتراك او سبسكرايب الموجودة تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.